سي مصطفى شيبا، انتصار مهم، انتصار كتنهيو به مرحله الذهاب، انتصار غيكون معنوي من طبيعه الحال. قراءه في المباراه اللي واجهته من خلال خصم اللي عائد يعني بجوج انتصارات متتاليه، وبالتالي عنده دافع قوي باش يحاول يدير انطلاقه اخرى من مدينه مراكش. وإلا كان فريق الوداد عائد بجوج انتصارات، راه حنا راجعين من جوج هزائم وواحد الهزيمه اللي ما كانتش يعني مناسبه لنا، ويعني ما ظهرناش فيها بالوجه الحقيقي ديال الكوكب، يعني خدشات الكبرياء ديالنا الهزيمه ديال اتحاد طنجه هنا. من بعد ذلك الفريق عطى مؤشرات جيده في المقابله ديال المجد، وكنا ممكن اننا ننتصروا فيها رغم غياب واحد العنصرين كانوا حاضرين اليوم، كاين عامل الاصابات وكاين الغياب عن التدريب. الحمد لله دابا الفريق مكتمل، ولكن هذا الاكتمال ديال الفريق راه كان غادي يعني المورال ديالنا كان غادي يطيح لو اننا ما انتصرناش في هذه المقابله، وهذا الشيء اللي كنت كنحضر اللاعبين منه، وهذا هو اللي كيفسر البدايه يعني شويه متشنجه جد العناصر ديالنا، يعني بداوا وكانهم يعني ماشي في ما ضابطينش الاعصاب، الثقه شويه ناقصه. سيطرنا على الشوط الثاني، على الربع الثاني سيطرنا عليه وانتصرنا، وكنت عارف بان بدايه الربع الثالث حتى هي غتكون فيها تشنجات، ولكن عرفنا كيفاش نجيرو المقابله، وكنظن بان دابا يمكن غيكون الترتيب ديالنا الخامس في البطوله، تيعطينا واحد شويه الاريحيه. وما ننساوش فريق اربع نقاط على المتصدر، ياه، وما ننساوش بان الوداد في هذه المقابله راه عطى كافه المجهودات ديالو، لانه تيسوفي في لا سيزون ديالو. حنايا غادي نستقبلوا بزاف المقابلات في مدينه مراكش في مرحله الاياب، وفايت لينا انتصرنا على خصوم مباشرين في الذهاب مثل الحاجب مثل عريش، يعني كنواعد الجمهور ان فريق الكوكب غيكون متواجد في في في, في مرحله البلاي اوف ان شاء الله. غير بالنسبه لذكرت الجمهور، يعني كلمه في حق الجماهير المراكشيه اللي اليوم ربما كانت مفصليه في واحد المرحله ديال الباساج في ديال الفريق ديالكم. طبيعه الحال والكوكب الجمهور ديال الكوكب كنتمنوا انه يكون حاضر في كل المقابلات اللي كنجريو، وكنتمنوا اننا نعاودوا المقابلات ديالنا في هذه القاعه ديال الزرقطوني، لان الجمهور كيحب هذه القاعه وكتكون واحد لومبيونس، كاين ارتباط وجداني ما بينكم بين الجمهور وما بين هذه القاعه. بطبيعه الحال، واللي عجبني في الجمهور هو انه تيشجع سواء الفريق كان متاخر في النقاط او لا متقدم، وكنشكروهم بزاف، وكنواعدوهم كما قلنا ان مرحله البلاي اوف راه غنكونوا حاضرين، وكره السله كامله كتلعب في افريل، تما فين تحسموا الامور شكون اللي غيلعبوا النصف النهائي، ونتمنى اننا نكون حاضرين ان شاء الله. موفق كوتش، موفق، تبارك الله عليك.